واحد من الطلبة مذكورة هذه القضية في أحوال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بعد أن أكمل المقدمات ذهب إلى بحث الشيخ الأنصاري، حضر ما كان يفهم الشيخ شنو يقول. الشيخ يبحث بحث الخارج، فقهائنا يبحثون بحث الخارج، ما يفهم الشيخ شنو يقول. كلما يحاول، كلما يجد، كلما يطالع ما يفهم. فذهب أيضا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وتوسل بالإمام أن يفتح عليه أبواب الفهم. إحنا الطلبة عادة عندما نطلع من البيت نقرأ هذا الدعاء: اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. فتوسل بالإمام صلوات الله عليه، فشاف الإمام في المنام. الإمام أخذه وقرأ في أذنه البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قام الصبح أجى إلى بحث الشيخ، شاف يفهم مطالب الشيخ، يعني تحول. نظير هذه القضية قبل ما أكملها تنقل عن صاحب الرياض. صاحب الرياض هذا بين قوسين وهو أحد كبار علمائنا، ما كان وارد في مباحث الجغرافيا والفلك، ما كان يعرف له، ما كان قاري. فقهائنا يقرون عادة الجغرافيا والفلك، فوصل إلى مباحث القبلة ما عرف شلون يكتب مباحث القبلة، فتوسل بالإمام صلوات الله عليه. فبعد ما توسل بالإمام لعله رأى رؤيا ما أتذكر جيدا، ففي اليوم الثاني إجى شاف يعرف مباحث الفلك والجغرافيا والقبلة وخطوط الطول والعرض وما أشبه ذلك، فكتب قبل 120 عام. يقال أفضل ما كتبه فقهاؤنا في مباحث القبلة ما كتبه صاحب الرياض ببركة توسله بالإمام، مع أنه ما كان يعرف لا الجغرافيا ولا الفلك. المهم هذا الطالب توسل بالإمام، الإمام قرأ في أذنه في المنام بسم الله الرحمن الرحيم. إجى إلى بحث الشيخ الأنصاري، شاف يفهم جيدا. بعد كم يوم من حضوره أخذ يشكل على الشيخ، يعني الشيخ يقول كلام هو يرد الشيخ في مباحثه في كلامه. في يوم من الأيام هواية اشتبك مع الشيخ الأنصاري في الكلام وفي الرد، هذا منهج حوزاتنا العلمية، فأخذ يرد الشيخ وكذا ويناقش وياه. فبعد ما كمل الشيخ أخذ جانب وقال له: يا فلان، الشيخ الأنصاري قال له: يا فلان، إن الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين. فتعجب هذا الطالب لأنه لم يكن حكى هذا المنام لأحد، وإنما كان السر بينه وبين أمير المؤمنين. منين عرف الشيخ الأنصاري هذا المنام؟ وحقيقة الآن نشوفه أكثر من 140 عام الشيخ الأنصاري حاكم على كل الحوزات العلمية، فقه، أصول، مطالب. الآن روحوا إلى قوم أو اذهبوا إلى النجف أو إلى بقية الحوزات العلمية، كل يقولون قال الشيخ الأنصاري كذا. هذا ببركة شنو؟ هو ببركة ذلك الذي قرأ، يعني أمير المؤمنين اللي قرأ في أذنه من بسم الله الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. حقيقة إحنا مليئون بالحاجات، الحاجات الدنيوية والحاجات الأخروية. إذا واحد ما طرق هذا الباب فالذنب عليه، الذنب عليه. إذا الفقير ما أجى واستجدى الذنب على منه؟ الذنب عليه. قر قدا كاهل بود تخسير صاحب خانه چیز. إذا الفقير هو ما أجى الذنب عليه. إذا واحد ما طرق هذه الأبواب في حاجاته الدنيوية والأخروية فالذنب عليه. وكلما واحد يدعو أكثر ويتوسل أكثر، إن إبراهيم لأواه حليم. أواه يعني الدعاء، كان كثير الدعاء وكان يدعو. أنبياء الله، الأئمة، الأولياء كثيروا الدعاء، مو فقط في أيام المشكلة، صارت عنده مشكلة، صار عنده مريض، صار عنده مثلا خسارة، يدعو الله. هالشكل دعاء هذا بعيد عن الله، دائما في الشدة والرخاء. واحد يحاول أن يدعو الله
ويطلب من الله أن يحل المشكلات الدنيوية والأخروية.